أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلقة وصل. احنا النهاردة هنتكلم عن محصول استراتيجي وهو محصول القنوة. محصول القنوة موطنه الأصلي أمريكا اللاتينية، دخل مصر في 2005. تفاصيل أكتر هنعرفها عن محصول القنوة من خلال دكتورة سحر طلعت. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. دكتورة سحر، كلميني عن محصول القنوة، القيمة الغذائية، هو بدأ في مصر إمتى وبيتزرع فين والأجواء اللي بتزرع فيها، كلمي بشكل عام عن محصول القنوة. تمام، هنبتدي بس. احنا محصول القنوة دخل مصر سنة 2005، وأول حد زرعه هو كان أستاذنا الدكتور أحمد سعيد مصطفى كامل رحمه الله، هو اللي ابتدى إن هو يشتغل عليه. واشتغلنا في فترة كان في نويبع، كان في حد جايب شوية أصناف كده وتراكيب وراثية ابتدت تتجرب عشان تتأقلم في مصر، وده كان في نويبع. وبعد كده بداية من 2009 ابتدينا نشتغل عليه هنا في مركز البحوث الزراعية. سنة 2013 منظمة الأغذية والزراعة الفاو أعلنت عام 2013 عام للكينوا، وده لقيمته الغذائية، وإن هم كانوا عارفين إنه ممكن يعمل يعني يسد الفجوة الغذائية للمحاصيل اللي هي بتدي قيمة غذائية وتعالج سوء التغذية في بعض البلاد اللي فيها سوء تغذية. وهم كانوا نظرا لأهميته كانوا عاملين بروجكت كان متنفس في 8 دول من ضمنهم مصر. والحقيقة هم كانوا مبسوطين قوي من مصر ولبنان لأنه احنا اشتغلنا وعملنا شغل كويس قوي. هم كانوا جايبين 13 تركيب وراثي، احنا ابتدينا نعمل لهم أقلمة هنا في مصر، وعملنا بعض البرامج التربية البسيطة اللي هي عملنا سيليكشن للنباتات، انتخاب لبعض النباتات، ومنها قدرنا ننتخب الصنف اللي احنا بصدد وجودنا فيه دلوقتي اللي هو مصر واحد. هبتدي اعرف حضراتكم على القيمة الغذائية للحبوب. الكينوا محصول حبوب، هو باستمرار بيجينا سؤال ويقول انه بديل للقمح. مفيش حاجة بديلة للقمح، وخصوصا مع الشعب المصري وسلوكياته الغذائية. هو بديل للقمح في حالة واحدة بس، لما يكون في إنسان مصاب بحساسية قمح اللي هو عنده حساسية من جلوتين القمح، فهو دي الحالة الوحيدة اللي بيبقى فيها بديل للقمح. فيما عدا ذلك هو مكمل للقمح. مكمل من ناحية إيه؟ إن الأرض اللي بتزرع كينوا اللي ممكن تتحمل ظروف الجفاف والملوحة هي الكينوا. الأرض اللي أنا هزرعها كينوا مش هينفع ان انا ازرع فيها قمح، وهو ده الهدف بتاعنا من زراعه الكينوا. لاننا لو الناس ابتدت تزرعه مكان زراعه القمح في حاجتين، الكينوا هتدي مثلا محصول من طن لطن ونص، في حين ان هو هياخد من محصول القمح 3 طن. فطبعا يفضل ان هو ما يتزرعش في الاراضي اللي بتزرع قمح، لكن هو يتزرع في الاراضي اللي هي فيها نسب ملوحه، فيها جفاف، لانه بياخد تلت احتياجات القمح من الميه. تمام، هبتدي اتفضلي كمان اشرح شكل النبات. النبات زي ما احنا شايفينه كده له ساق، طول الساق ده بيبقى من 45 سنتي لغايه مترين، وده على حسب الصنف. الساق قويه زي ما احنا شايفين، اوقات بيبقى فيه فروع واوقات ما فيش فروع، وده برده حسب الصنف. بيبقى فيها اوراق متبادله، الساق بيحمل اوراق متبادله، وحتى الورق بيطلقوا عليها ان هي رجل الاوزه. في نهايه النبات بيبقى فيه انديل بيحمل الحبوب، هو ده الانديل اللي هيبتدي يكون لي الحبوب. الانديل بتاعه شبه الذره الرفيعه، الحبوب شبه اللي هي عامله زي القرص الاسبرين، لكن طبعا هي صغيره اصغر حتى من السمسم، حوالي القطر بتاعها 2 ملم. وزن الألفة حبة منه بيبقى حوالي 4 جرام. الحبوب في منها ألوان، بداية من الأبيض والكريمي والبرتقاني والأرجواني لغاية الأسود. وطبعا هي محتواها عالي جدا من البروتين، حوالي 13%. محتواها عالي من الأحماض الأمينية، يعني البروتين قيمته في الكينوا ان هي بتحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه، يعني تركيب البروتين بتاعها فيه احماض امينيه اساسيه بتلبي احتياجات الجسم للانسان، وهو واهمهم اللايسين. فيها عناصر زي الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم
والحديد والمنجليز، فيها فيها معادن، فيها يعني هي بتحتوي على عناصر كتير بتعلي القيمة الغذائية بتاعتها. الأوراق بتاعتها ممكن تستخدم للأكل زي الملوخية والسبانخ، لأنه الأوراق بتاعتها فيها نسب بروتين من 18 لـ 20%، وكمان احنا ابتدينا نعمل عليها تجارب ان هي تبقى علف بتتزرع وناخد منها حشة عند عمر معين. بنبتدي دلوقتي بنحلل علشان نعرف اكبر نسبة بروتين عند عمر قد ايه، علشان نبتدي نوصي بان هو ده الوقت اللي يتحشي فيه. دكتورة سحر، طب بالنسبة لاستهلاكه في المياه وبالنسبة لطرق التسميد، وامتى يتزرع وامتى الحصاد وعلامات النضوج، يعني كلمينا يا فندم اكتر عن محصول الكنة. اوكي، هنتكلم عن الاحتياجات المائية. هو زي ما قلنا بياخد تلت الاحتياجات المائية للقمح، يعني في الاراضي الطينية. طبعا احنا زارعينه هنا في المركز علشان للتقييم ويبقى موجود يعني هنا في المركز، لكن انا عشان اعمل له اكسار او اعمل حاجات عليه او توسع بيبقى في اراضي صحراويه. انا هنا بروي رايه الزراعه وريتين تاني بعد كده وبس. بالنسبه للتسميد، هو بيتسمد بياخد 100 من 100 ل 120 وحده نيتروجين، وده طبعا على حسب خصوبه التربه. بياخد 100 كيلو جرام سوبر فوسفات. بالنسبه لمواعيد الزراعه، الميعاد الامثل ليه هو محصول شتوي، بيحب انه ياخد نهار قصير ودرجات بروده عاليه، وده بيديني عشان يديني اعلى انتاج. احنا عملنا مواعيد زراعه مختلفه هنا في مصر، فابتدينا من نص نوفمبر لغايه اخر يناير، وده كانت مواعيد كويسه بالنسبه له وبيدي محصول كويس. فكده يعتبر برضو المدى الزراعه بتاعه واسع، مش قليل. لكن يعني افضل ميعاد زراعه ليه هو نص نوفمبر. دكتورة سحر، كلمينا على علامات النضج بالنسبه لنبات الكينوا. علامات النضج بالنسبه لنبات الكينوا زي ما احنا قلنا، هو بيبتدي يكون قنديل. القنديل ده بيبقى اصفر، وطبعا كل الاوراق دي بتبتدي تصفر وتجف. والحبوب لما باجي امسك كده بحس، بفرط في ايدي كده احس ان الحبوب موجوده، مش لبنيه يعني. لو ضغطت عليها وكانت طريه هيبقى لسه. بيتقطع الاناديل او بيتشال النبات بالكامل وبيتفرش على حصر كده، وبعد كده بيتخبط عليه، او في مكان زي مكان الدراس بتاع القمح. يعني احنا استخدمنا مكان الدراس بتاع القمح بس بيتظبط الغرابيل، بعد ما بيجف بيخش مكان الدراس بتاع القمح بيدرسه. تمام. هو في حاجه كمان في الكينوا، انه الحبوب عليها غلاف من بره ماده السابونين. ماده السابونين دي كانها حمايه من عند ربنا، انه العصافير والطيور ما بتهاجموش. يعني احنا رغم ان هو مر وكل حاجه، لكن لما كنت زرعه جنب القمح كان بيجي الطيور تقف على القنديل بتقطمه وما بتاكلش منه. الاصناف بتاعه الكينوا بتقسم حلوه ومره على حسب نسب الصابونين اللي موجود عليها. يعني في اصناف حلوه لكن هي مش موجوده عندنا في مصر، موجوده في امريكا اللاتينيه. هم ما بيربوش حتى لصفه انه عدم وجود الصابونين زي ما قلنا علشان مهاجمه الطيور. فلما بتتزرع الاصناف اللي هي خاليه من الصابونين بتتزرع في صوب معينه وتحت سيران، او بيجيبوا اجهزه تشتت الطيور، ودي طبعا بتعلي التكلفه. نسبه الصابونين في الاصناف الحلوه بتبقى اقل من 11 من 100%. اللي اكتر من كده بتبقى خلاص مش اصناف مش حلوه، بتصنف على انها اصناف مش حلوه. في حاجه كمان، نسبه الحديد في الالوان الحبوب اللي هي السمراء بتبقى اعلى من نسبه الحديد طبعا في الحبوب البيضة. لكن طبعا هما لما بنيجي نعمل دقيق، هو بيتعمل منه دقيق. الدقيق ده بيخش في المخبوزات، يعني بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه عملنا تجارب علشان يخش في رغيف العيش. لقينا انه افضل نسبه انه يخش في رغيف العيش هي 20%، وكانت الجوده بتاعه العيش كويسه جدا. ومش بس كده، هو مشبع. يعني انت لما تاكل منه هو مشبع. الحبوب بتتعمل زي البليله وتتاخد للاطفال، طبعا بتبقى مغذيه جدا. بتتعمل زي البليله، زي الرز بلبن،
بتتسلق وتتحط على السلطة، ودي موجودة في مطاعم شهيرة جدا هنا في مصر. ممكن بيحشوا بيها محشي للناس اللي هي عايزة تستغنى عن الرز عشان بتعمل دايت، بيستخدموه بياكلوه زي الرز، لأنه زي ما قلت لحضراتكم هو الكوباية منه بتطبخ يعني بتنفش قوي يعني، فلما بتتاكل بتخليك تحس بشبع، بالإضافة طبعا لقيمته الغذائية. تمام دكتورة سعر، هل بستفيد أنا كمزارع من النبات نفسه المجموع الخضري أو السقان أو ساق النبات عفوا، ولا الاستفادة بس في المحصول نفسه في الحب نفسه؟ المحصول لو هو قدر ياخد القنديل لوحده اللي هو بيبقى فيه الحبوب عشان ما يبقاش فيه صابونين، وبالتالي هيبقى مش مستساغ للحيوان، فهو التبن بتاعه هو قيمته الغذائية برضو عالية، بس دي محتاجة ان هو يعني يحاول بقدر الامكان ان هو ما ياخدش اي حبوب مع التبن. وفي الحالة دي هيبقى، لانه جربنا نخلي حيوانات تتغذى عليه في وجود حبوب فيها الصابونين كانوا طبعا مش مقبلين عليه، لكن اذا قدرنا ان احنا طبعا عن طريق غرابيل ويتغربل وكده فالتبن بتاعه قيمته الغذائيه عاليه. دكتوره سحر، انا ملاحظ ان الاناديل كمان مش موجوده في نهايه الساق، انما موجوده كمان في وسط وفي اسفل، ازاي بيتم جمعه؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك، اولا هو الصنف فيه اصناف بتبقى مش متفرعه، وهو الساق الرئيسي بتاعها بس هو اللي بيحمل الانديل، وفي اصناف زي الصنف بتاعنا ده متفرع والفروع كمان بتحمل اناديل، ودي بتزود طبعا المحصول. لما بنيجي نحصده انا بقطع النبات ويكون الورق اصفر، بقطع النباتات وبفرشه على مشمع وبسيبه يجف. دكتوره سحر، هل محصول الكانوا، ثقافه المزارع المصري عن محصول الكانوا، هل اتعمم وبقينا نزرعه في بعض المحافظات ولا لسه في طور البحث والتطوير، يعني ثقافته عامله ازاي عند المزارع المصري؟ هي جت فتره لما كان الفاو في بروجكت هنا، هم طلبوا مننا ان احنا لازم نطلع بالكينوا عند المزارعين، فعملنا حقول ارشاديه زي يعني ارشاديه عشان نعرف المزارعين بالتوصيات بتاعه الزراعه والتسميد والري وكل الحاجات دي، وابتدت المزارعين اللي حوالين الناس اللي احنا كنا بنزرع عندها، كنا زارعين في وادي النطرون والنبريه وطريق الصحراوي والفيوم وبني سويف، الكينوا زي ما قلت لحضرتك الناس اللي بتعمل نيوتريشن، الناس اللي بتعمل عايزه تعمل دايت، الناس اللي هي عندها حساسيه من الجلوتين القمح، ابتدوا فعلا يعرفوه، وهو طبعا موجود في السوق عند اكتر من سوبر ماركت شهير يعني وناس بتبيعه، لكن طبعا غالي. الناس دي لما عرفت ان هو بيتزرع هنا في مصر ابتدت تيجي وتسالنا عليه وعايزين منه يعني، بس طبعا انا يعني انا كل اللي انا بعمله ان انا بزرع علشان يبقى فيه تقاوي للمزارعين. يعني انا مش هبيع للمستهلك. احنا كمان بنعمل شغل مع معهد تكنولوجيا الاغذيه بحيث ان احنا عملنا منه منين وعيش بنسبه 20%، بعض المخبوزات 100% منه للناس اللي عندها حساسيه جلوتين، وهنحاول يعني انا بتمنى ان تبقى في وحده في مركز البحوث الزراعيه تنتج منتجات خاليه من الجلوتين تكون من ضمن يعني احنا عندنا وحده هنا بتبيع عيش ذره للناس اللي عندها حساسيه جلوتين، اتمنى ان احنا واحنا بنحاول ان احنا نعمل ده بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، انه ان شاء الله تبقى الوحده دي تتوسع وتبيع منتجات للناس المرضى لحساسيه الجلوتين. تمام يا فندم، لو اتكلمنا بقى عن العائد الاقتصادي اللي بيعود على المزارع من زراعه الكانوا. هو طبعا المزارعين سامعين ارقام زي ما هي بتتباع في السوبر ماركت، ارقام غاليه جدا، ف بيحاولوا ان هم يزرعوا زي ما قلت لحضرتك، هو لما بيجي يبيع مش لاقي السعر ده خالص. فلغايه دلوقتي يعني متحدد للطن، لو هو مثلا بالصابونين لسه ما اتشالش، اولا الطن بالصابونين لما بنشيل منه الصابونين عن طريق الصابونين بتتشال عن طريق حاجتين، اما ان انا بيتغسل، وطبعا في المساحات الكبيره او المحصول الكتير ده هيبقى اهدار للميه، يعني اللي انا وفرته من زراعه هغسل بيه، فدي طبعا طريقه مش اقتصاديه خالص، او ان هو بيتجرش في مكن، نتيجه الجرش في المكن ده الطن بيبقى حوالي 750 800 كيلو، ف
بيفقد 20 او 30% من 20 ل 30% على حسب المكن. فطبعا هم الاسعار اللي انا سمعتها يعني في ناس باعت بدايه من 13000 بالصابونين لغايه مثلا 20 25 من غير الصابونين. هو محصول مكلف كمان للمزارع من حيث ايه، ان هو عشان يخرج جوده معينه زي المستورد هو هيبقى مكلف بالنسبه لي يعني. احنا قلنا ان هو بيوفر في الميه يا فندم، وبيوفر في التسميد، بيوفر في الميه، انما مكلف في بعد عمليه الحصاد، الحاجات اللي هي بوست هارفست اللي هو فيما بعد الحصاد، لغايه ما المزارع يقدر يوصل يظبط نفسه ويوصل للتقنيه ويبقى مكلف في الاول، لانه محتاج مثلا اجهزه عشان تشيل الصابونين. لكن وانس انه الجهاز ده بقي موجود خلاص ما فيش مشكله ان احنا نشيل الصابونين والغربله. لو هو مزروع في اراضي رمليه، الناس شاطرين قوي عندنا اللي بيغربلوا السمسم والبرسيم بيغربلوه وطالع. انا شفت ناس فعلا مطلعين كواليتي زي المستورد بالظبط، بس يا رب بس نلاقي حد يبتدي يشتريه علشان الناس تتشجع ان هي تزرع يعني. دكتوره سحر، شايفه مستقبل زراعه الكينوا في مصر عامل ازاي؟ اذا في تسويق هيبقى له مستقبل كويس، والمساحات هتزيد، لان زي ما قلت لحضرتك في ناس كتير جدا بتيجي تسال على الكينوا وعايزه تزرعه، خصوصا في الاراضي اللي هي ما عندوش كميات ميه متاحه كتير، عنده نسب ملوحه، عنده الارض بتاعته فيها نسب كالسيوم، فيها نسب اي نسب ما تنفعش ان هي تخليه يزرع محاصيل التقليديه بتاعتنا. هو عارف ان الكينوا هتنفع، لكن في الاول لازم يكون في تسويق، يعني حد جهه معينه مثلا تاخد المحصول من المزارعين، هي تتولى ان هي تشيل منه الصابونين وتخرجه بالجوده اللي هي مطلوبه للسوق العالمي يعني. مثلا بالزبط. يعني هل ممكن نبقى منافسين ونصدر هذا؟ نصدر، لانه الجو في مصر يعني بيدي انتاجيات كويسه، يعني كون ان متوسط الفدان يدي من طن ونص طن و600 كيلو دي حاجه كويسه يعني متوسط كده. طب عفوا يا فندم، وفي الخارج بيدي قد ايه؟ على حسب الاصناف يعني. احنا قلنا الحلو اللي هو المر عفوا اللي بيتزرع هنا في مصر، اللي بيتزرع في مصر على حسب الاصناف. احنا زي ما قلت لحضرتك جربنا اكتر من تركيب وراسي وحاجات، ولقينا انه افضل حاجه لقمه الجو عندنا، وفي حاجات تانية برضو ممكن نطلعها بعد كده يعني احنا ممكن ننتج صنف بني وصنف اسود، يعني ممكن يعني احنا شغالين على ان احنا مش بس صنف واحد، ممكن نطلع اصناف تانية ان شاء الله. ولكن في موطنه فندم بيجيب قد ايه؟ على حسب الصنف برضو يعني في المتوسط ده، عشان كده انا بقول ان احنا واصلين للمتوسط الانتاج اللي هو في موطنه الاصلي موجود فيه، ودي حاجه كويسه، نسب كويسه جدا جدا طبعا. تمام، يعني لو عايزين نعرف المزارعين، هم بيشوفونا طبعا النهارده، عايزين نعرفهم على محصول الكينوا، نقول لهم ايه يعني؟ يبدا ازاي؟ هل يبدا بمساحات صغيره ولا يبدا بمساحات كبيره لو عنده الاراضي فيها نسبه ملوحه معينه؟ عايزين نخاطب المزارع ونقول له معلومه عن محصول الكينوا. هو انا بيجيني ناس كتير علشان تزرع الكينوا، احنا الموسم ده طلعنا تقاوي مجانا لاي مزارع عايز يجي يزرع فدان. انا كنت بديله بيقدم طلب وبديله تقاوي فدان علشان يجربوا ويزرعوا، اي توصيات فنيه تليفوني معاهم كلهم، اي حاجه هو محتاجها بيصور لي ويبعت لي الصور، حالة النبات ده كويس، محتاج تسميد، محتاج ان انا اعمل ايه في الوقت ده، احنا بنقول له ده يعني. لكن انا بنصحه قبل ما يزرع يجرب في مساحه صغيره ويشوف هو هيسوق فين، لانه قصه التسويق انا مش قادره، وان كان انا بحاول يعني الناس اللي بتسال على الكينوا بحاول اوصل للناس اللي هي بتستورد كينوا من مصر واقول لهم يا جماعه في ناس عندنا هنا في مصر زارعين وزارعين كويس وممكن يديكوا بالمواصفات اللي انتوا بتستوردوها من بره، ونحاول نوصل اللي بيخرج مثلا بكواليتي كويسه، لكن هو ده الدور مش بتاعي. هل كان في استجابه يا دكتوره سحر لما عملتي حلقه الوصل دي بين حضرتك وبين لا. يعني برضو انا ما عرفتش ليه هم بيستوردوا رغم انهم بيبيعوه غالي جدا، يعني عايزه اقول لحضرتك ال 400 جرام من مش هقول ستوري معين من ستوري من ماركات معينه، 400 جرام ب 70 جنيه، لما الناس عرضوا عليهم انه ياخدوا الكيلو ب 30 جنيه و 25 جنيه ما حدش استجاب، ودي انا مش عارفه ليه بصراحه. تمام يا فندم، واحنا كمان دورنا في الاعلام ان احنا كمان نقول للساده المستوردين محصول الكينوا اللي بيجي من الخارج
محصول الكينوا بقى مزروع وموجود في مصر بكميات وفيرة وجودة عالية فموجود في مصر، فنشجع صناعة أو زراعة بلدنا أفضل. دكتورة سحر، إيه تاني ممكن نضيفه للسادة المزارعين أو نقول لهم يعني معلومات ممكن نكون ما قلناهاش للسادة المزارعين عن محصول الكينوا؟ إنه بالإضافة للقيمة الغذائية اللي إحنا قلناها، نسبة هو الكينوا الحبوب فيها نسبة زيت بداية من 2% لغاية 5-6%، ده على حسب الصنف. برضو الزيت ده بيستخدم للمستحضرات التجميل وللأغراض الطبية، يعني التئام الجروح، يعني ممكن يخش في بعض المنتجات الدوائية. منتجات الدوائية، مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى إن الصابونين اللي بيتشال من الحبوب ده ممكن يخش برضو في بعض الصناعات الدوائية وبعض المبيدات الفطرية الطبيعية اللي هي ممكن احنا وبرضو بنعمل تجارب على كده، ان احنا نستخلص الصابونين ده ونبتدي يتعمل مبيد فطري طبيعي يترش على النباتات بدل المبيدات. تمام. معلومة أخيرة دكتورة سحر كنت حابة أعرفها من حضرتك، يعني هل زراعة الكينوا في الأراضي اللي فيها نسبة ملوحة عالية أو نسبة ملوحة معينة، يعني هل بيساعد على امتصاص نسبة الملوحة من الأرض ولا هو مش بيساعد في ده؟ لا، يعني على حد معلوماتنا لغاية دلوقتي ما يعني ما عملناش تجارب يقول ان هو بيقلل نسبة الملوحة من الأرض، لكن هو بيتحمل الملوحة دي ويدي انتاج. تمام. عندنا أراضي كتيرة ممكن يتزرع فيها الكينوا في مصر؟ ممكن زراعته في الظهير الصحراوي لكل المحافظات بتاعتنا، احنا مش بس زرعناه في الأراضي الصحراوية، أمكن تحميله على الأشجار، شجر المانجا حديث النمو، وحملناه على البصل برضو في الأراضي الجديدة، وتحمل على النخيل، وتحمل على شجر مانجا ونخيل وزيتون، يعني في مساحات كبيرة مزروعة زيتون في أراضي ملحية برضو، حملنا الكينوا وإدت محصول كويس جدا على اعتبار إن إحنا كمان قسم تكثيف محصول. يعني دكتورة سحر أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، ودي كانت كل المعلومات الخاصة بنبات الكينوا في مصر. طبعا احنا عرفنا ان هو في موجود منه نوعين، النوع الحلو والنوع المر. في مصر هنا بيتزرع النوع المر، كمان بيتزرع في الأرض اللي فيها نسبة ملوحة عالية. دي تقريبا كانت كل المعلومات الخاصة بنبات الكينوا. أشكركم وأشوفكم الحلقة اللي جاية.